لان كتعرف بان كورونا دبرت لي زارتيست كاملين، بقى عندنا واحد النافذه صغيره هي مواقع التواصل الاجتماعي، وانا معروفه ما كنهضري مع حد، ماشي ما كنهضر مع حد، بالعكس كنتواصل ولكن بواحد الطريقه شي شويه، يمكن انا كنمتثل بالرواد ديالنا، الناس الفنانين المطربين القدام كانوا كيبانوا من تيبانوا كيبانوا بحال زور غيبان تزداد حبا، فانا ما كنبغيش نتقل على الجمهور، ما كنبغيش ندير شي اطلالات اللي هما ما عندهم حتى شي معنى، ملي تيكون عندي شي نشاط فني راه كنبينو على مواقع التواصل الاجتماعي، مي ما تيكونش كنكون متفرجه بحالي بحالكم. شو ما بقى والو، بقات غير المعاطيه. ماشي ديالتي وماشي من التربيه ديالي، وكيف ما قلتي يا سهل انك دير لو بوز بشي حاجه اللي هي شوكونت، شي حاجه اللي غتقدر تشوكي الناس، انا ماشي ديال هذيك القضيه، انا عندي حياتي، عندي بنتي كنكبرها، عندي هاي بنتي جات هاد الشيء دابا، هادي بنتي زوينه، هاد بنيتها، هادي هي اللي واخده لي وقتي كامل، صافا هادي سميتها، هادي غيتا، الله يخليها لك غيتا، انت غيتا زوينه، غيتا غزاله. دونك عند شغلاتك غيتا؟ شغلاتني غيتا، يعني لابا غيتا انا دايره انترفيو مع طونطون، با شي طاتي زور تي بو لوي دوموندي سكو تي فو. ماما كيسكي انا جاري، قلت لك عندي وظيفه ديال ام، حتى هي مهمه بزاف، وظيفتي كأم قبل كل شيء، وظيفتي كباحثه، لانني كندير البحث العلمي. البحث العلمي عندي تخصص؟ عندي دكتوراه في لسانيات الاسبانيه، وباقا كندير البحث العلمي. تبارك الله، مزيان. والفن عندي شي حاجه اللي واحد الموهبه اللي كنحمق عليها، كيف ما قلت منابر اخرى حاولت اني نبعد منها ولكن ما قدرتش، كنلقاها كتجرني. علاش؟ لان شي حاجه اللي عطاها لك الله، عطيها الله سبحانه وتعالى، عطاك ربي واحد الموهبه، غير انا كنحاول نديرها بطريقه زوينه، بطريقه محترمه، وثق بيا عندي واحد الجمهور كبير كيبغيني كيف ما انا، وما كنقلبش على زعما يكون عندي جمهور كبير بزاف، مي هذاك الجمهور اللي وفي ليا من نهار اللي بديت ما بغيتش نخذلو، ما بغيتش ندير شي حوايج اللي نقدر ندير بهم لو باز ونفقدو. كورونا دوزتو مع دارنا مع والديا، ما كنتش كنشوف خواتاتي وكنت وحشتهم بزاف، بعدتنا زعما دات واحد المسافه كبيره بيننا وبين العائله ديالنا والاحباب ديالنا، ولكن كانت واحد المرحله باش الانسان يعاود يراجع التصرفات ديالو، يعاود يكلاسي الاولويات ديالو. شوف انا بالطبع ديالي ما كنبغيش ننتقد الفنانين الاخرين، هادشي علاش انا ما عندي مشكل مع حتى شي فنان، كل واحد كنخليه على خاطر، كل واحد الى شاف بانه هذيك اون استراتيجي بالنسبه له باش يستقطب واحد الجمهور كبير، الله يعاونه. الى شاف الى انا شخصيا كنشوف راسي ما محتاجاش، انا كندوي على راسي دائما، وما كنبغيش نجبد الناس الاخرين، لان كان بيناتنا واحد العلاقه ديال الاحترام، اللي كيكلاشو اللي ما كيكلاشيش. وغنقول لك شو دابا، غنعاود نقول لك انا ماشي شغلي في هذا الشيء، ما نكذبش عليك، انا انسانه محايده والله، واخا تبغي تجبد مني المعلومه ما غتلقاهاش، عندي راي كنحتفظ به. علاش؟ اللي هو لا كنحتفظ به، عرفتي علاش؟ لان تعلمت بان في الميدان الفني خصني نحترم الناس الاخرين، اي فنان دار شي حاجه الله يعاونه، راه عنده جمهور ديالو اللي غيعاتبو واللي يبغي. انت بحكم انك انت يعني فنانه وازنه، يقدروا مثلا تكون اذن ساغيه وتوصل الرساله ديالك انت. النصيحه ما غنعطيهاش ليه امام الملأ، الا كنت غنعطي نصيحه لشي فنان خصني نجلس انا وياه باش هو ما يقولش، حيت كاينه النصيحه وكاينه الفضيحه. انا ماشي من الناس اللي غنقبط فنان ونبقى نعطيه في الهضره، ماشي ديالتي، ماشي التربيه ديالتي. الا كان شي حد عزيز عليا راه غنعطيه النصيحه، مي غنتلاقى به بيني وبينه بلا ما يشوفوها الناس. صح، لان انا ماشي ضد الفضائح. واخا عطينا جديد، الفضائح كيهرسوا الحياه ديال الفنان، فضائح حياه شخصيه ملي كتدخل عند الجمهور كتهرس الحياه ديال الفنان، وهو اللي كيمرض، واخا يقدر يبين راسو قوي ومي تيجلس مع راسو تيبقى يبكي بزاف. انا هذه في حد ذاتها رساله، هذه دابا دايره واحد الحصن على حياتي الشخصيه، ودايره واحد الحصن على ليلى كانسانه،
علاش؟ لان اهم حاجه عندي هما وليداتي. صح. هي بنيتي، هي والدي. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي بنيته غيتها. غويتها. الله يخلي لك غيتها. صافي. ومن بغي نبان الا بينتها خصني نبينها باش نعطي رساله زوينه. مثلا انا وبنتي في الطبيعه، ماشي ضروري انك تخسر بزاف الفلوس باش تستمتع. هذا ميساج، هذا ميساج. لا كتعطي رسائل، لا بلا ديريكت، كتعطيهم بغير مباشر. مي غيشوفوا، حيت الفنان تقبية، كاينين بزاف الناس كيتبعونا وحنايا هما المثال ديالو. صح. الا شافونا مثلا لابسين غير شي كسوه غيمشيو يقلبوا على بحالها. انت لابسه كسوه زوينه. ها الكسوه، ها الكسوه. الا شافونا شريو بحال هذه، راه رخيصه ولكن كتجي كلاص. الا شافونا كنربوا وليداتنا على البساطه، حتى هما غيتبعونا بديك البساطه. فا فو ميو الا كنا غنعطيو شي رساله، تكون رساله تكون هكا نبيله. كيف ما انا تربيت في دارنا على القناعه وعلى البساطه، انا شخصيا الرساله اللي كنعطي للجمهور هي البساطه. صح. تعيش بسيط، تعيش مرتاح. تعيش مرتاح. شكرا لك. بغينا نعرفوا الجديد ديالك، الا كاين شي جديد. الجديد ديالي هو ميني البوم مع الفنان كريم سلاوي، اغاني مختلفه ومتنوعه. الالبوم فيه 4 ديال الاغاني، كيحمل العنوان ديال يما، اغنيه الاولى على الام، الاغنيه الثانيه سميتها العجب، وفريمون العجب زوينه، غتفاجئ الناس. حاولت ما امكن ان نخدم على دي تيم فاريي. كاينه واحد الاغنيه فيها ان ميكس بين الاسبانيول والمغربي، وكاينه واحد الاغنيه سبيسيالمون بور لي زونفون، الوليدات الاطفال، لان ما ولينا كنشوفوا بان بزاف الفنان ولا كيبتعد على الاغاني ديال الطفل، لانه تيشوف بان ما غتقدرش دير ليه لو بوز. مي انا غنكون جريئه في هذه الاختيارات، ونتمنى انها تعجب الناس. انت غديري البوز اللي ما داروش هما. شوف انا راه ما كنقلبش، والله ما كنبغي ديك غديري البوز زوين، البوز الايجابي. الا كان شي حاجه اللي غيذكروني الناس عليها بالخير، الا كان شي حاجه اللي غنقدر ندير بها البوز ما يذكرونيش عليها الناس بالخير بلا قسم. غتغني على الوليدات الصغار، غادي تكون معاك غيتها. نتمنى الا كنت غندير، نتمنى ان شاء الله ندير معاها. ميرسي بوكو ليلى، ميرسي بوكو. شوف نعم، ما تقطع حتى شي حاجه. هادي. ما ديرش، ها هي ما تقطع حتى شي حاجه، حيت راه عرفتي شنو، انتوما الصحفيين انا زعما كنبغيكم بزاف، لانكم انتوما اللي كتوصلونا، انتوما هما لو كانال اللي كيوصلنا للجمهور. ولكن للاسف بعض النوبات كنثيقوا في شي وحدين وكيقبطوا كيديروا دي مونتاج خايبين، وكنصدقوا في الجمهور تيولي تيتخاصم معانا. ما بغيناش الجمهور يتخاصم معانا بسببكم، بغينا تكونوا انتوما الاصدقاء ديال الفنان.